اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا في بلادنا تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة الوضعية الوبائية. الإعلان عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 في بلادنا خلال 24 ساعة الأخيرة. تواصل عملية تنفيذ البرنامج الرعوي الذي يستهدف المنمين على عموم التراب الوطني، وسط مطالب من المنمين بزيادة الكميات المسموح باقتنائها وتقريبها منهم في أماكن الرعي. أينما كنتم مشاهدينا الكرام، تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الثامنة والنصف من قناة الموريتانية التي ترافقني فيها بلغة الإشارة زميلتي أسماء عثمان. مشاهدينا الكرام، لمحاصرة الجائحة ألزموا بيوتكم ونحن نرافقكم بالمعلومة والخبر. اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا كوفيد ببلادنا مساء اليوم تحت رئاسة الوزير الأول السيد إسماعيل والبدوي للشخصية. وشكل الاجتماع فرصة للاطلاع على الوضعية الوبائية في البلد والقيام بتقييم معمق لكل ما قيم به من إجراءات لمحاربة هذا الفيروس، بما فيها الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير. وبناء على تقييمها للوضع الجديد، قررت اللجنة مجموعة من الإجراءات يتعلق أولها بمجال استقبال المواطنين اعتمادا على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، فيما يتعلق الثاني بإنشاء مركز علمي من أجل تقديم رأي استشاري للمجلس العلمي الذي تم إنشاؤه على مستوى وزارة الصحة. وزير التجهيز والنقل استعرض في تعليق له على اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا كوفيد ببلادنا ملامح استراتيجية الحكومة لمواجهة الفيروس. نظرا للأهمية الكبيرة اللي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني للاطلاع الدائم على الوضعية الوبائية في البلد والمتابعة حالة المواطنين الصحية، اجتمعت اليوم اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير أزمة كوفيد-19 تحت إشراف معالي الوزير الأول السيد إسماعيل البدوي للشيخ سيدياء. وقامت هذه اللجنة أولاً بالاطلاع على الوضعية الوبائية للبلد اليوم، وثانيا بالقيام بتقييم معمق لكل ما قيم به من إجراءات ابتداء من منتصف مارس الماضي وانتهاء بالإجراءات الأخيرة اللي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير واللي تم إقرارها بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، ومكنت من تعزيز بعض الإجراءات لمكافحة هذا الوباء. وبناء على هذا التقييم المعمق وعلى الاطلاع على الحالة الوبائية في البلد، أقرت اللجنة مجموعة من القرارات راح نستردها إن شاء الله واحد واحد. القرار الأول هو يتعلق باستقبال المواطنين، وفي هذا الإطار ونظرا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية بأهمية التجاوب السريع مع المواطنين، مع تطلعاتهم، مع كامل اللي دوره، أقرت اللجنة لأنه لاه إن شاء الله يتم إنشاء ثلاث مراكز استقبال وتأطير وتوجيه للمواطنين. هذه المراكز الثلاثة لاه يتم إن شاء الله إنشاءهم بإشراف من وزارة الدفاع الوطني وبالتنسيق التام مع وزارة الصحة، ولاه يعملوا على استقبال المواطنين، لاه يعودوا هذه المراكز في مختلف ولايات نواكشوط، أساسا ولاية نواكشوط الشمالية وولاية نواكشوط الجنوبية، ولاه إن شاء الله يتم ويستقبلوا المواطنين اللي عندهم إحساس بأنهم والله عندهم مشاكل صحية، يعودوا هم مراكز أولى لاستقبالهم،
يمكنوا أنهم يستقبلوهم الاستقبال اللائق ويأطروهم ويوجهوهم الوجهة الملائمة. لكن منهم اللي محتاج على أنه يوجه للمراكز التكفل الصحية يعود يقيسها، وهذا لا يخفف الضغط على ذيك المراكز التكفل الصحية، ولا يخفف الضغط أيضا على مركز الاستقبال 1155. إذن هذا قرار نعتبره لأنه مهم به اللي له يلامس بصفة مباشرة تطلعات المواطن الموريتاني، وله إن شاء الله يمكن من استقباله الاستقبال اللائق وتقديم له المشور والرأي والتوجيه اللي هو محتاج له في هذا الظرف الحساس. القرار الثاني يتعلق بإنشاء مرصد علمي له إن شاء الله ينشأ وله يعود عنده رأي استشاري يقدمه للمجلس العلمي اللي تم إنشاؤه على مستوى وزارة الصحة، وهذا الهدف منه هو تعميق التشاور حول هذا الوباء. ياك جميع الآراء يصنت لها، وياك الجميع الآراء تتجابر وتتلاقح، إياك إن شاء الله ويأخذ منها الرأي السديد اللي يمكن السلطات في البلد من اتخاذ القرارات الملائمة. قررت اللجنة أيضا في إطار اتخاذ الإجراءات اللي تمكن من حماية المواطن الموريتاني من تفشي هذا الوباء، قررت تعزيز ذيك الإجراءات العزل حول مدينة نواكشوط، بحيث أنه إن شاء الله تعالى وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية واللامركزية له تسهر على المنع التام لأي تحرك للأفراد من وإلى نواكشوط به، اللي هذا هو إن شاء الله الله يمكن من التحكم في الحالة الوبائية اللي نختير هون. نذكر المواطن الموريتاني على أنها حالة تستدعي منا كاملين على أنه كلها يقوم بالدور اللي يالته يقوم به من حماية راسه من هذا الوباء. وهذا يجرني لأنني نتكلم عن أهمية الوعي به اللي فخامة رئيس الجمهورية يعتبر أنه المعركة ضد وباء كورونا هي بالأساس معركة وعي، ويعطي توجيهاته دائما السامية بتكثيف التحسيس وتكثيف التوعية للمواطنين بضرورة الوعي بالخطر المحدق اللي شكله هذا الوباء لصحة المواطن. وفي هذا الإطار نختار نذكر هون على وزارة الصحة عندها نشرة توعوية يومية تنشرها كل يوم الساعة 6 مساء، وهون نهيب بالمواطنين جميع المواطنين على أنهم يعودوا على الاطلاع بمحتويات هذه النشرة ويتحلوا بذلك السلوكيات اللي الصحية اللي تحث عليها هذيك النشرة، ونذكروهم على أنه الحكومة والدولة ما تقدر تقوم بكل شيء، قامت بياسر من الإجراءات، قامت بإجراءات فعالة ولله الحمد، غير هذه الإجراءات ما يقدر تكتمل فعاليتها وتوصل النتيجة لين تعود ما مواكبها مواكبة من سلوك الفرد الموريتاني، سلوك التوعى اللي مبني على وعي ومبني على 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 على, 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 على سلوكه اللي يمكنه إن شاء الله من أنه يتفادى هذا الخطر وهذا المرض. لا يتم على مستوى النقل إن شاء الله، بالإضافة إلى ذاك التشاور اللي قام به مع نقابات الناقلين في بداية هذه الأزمة، لا يعمق إن شاء الله ذاك التشاور معهم بحيث أعلن إن شاء الله تتخذ الإجراءات الكفيلة بأعلنها تحد من
من من من تفشي هذا المرض به اللي النقل قد يعود. واكيد انه عامل نقل الافراد والتجربه اثبتت انه باش زاد تنقل الافراد باش زاد تفشي هذا المرض. اذا سيتم ان شاء الله من خلال التشاور مع نقابات الناقلين اتخاذ كل الاجراءات الملائمه اياك يتم الحد من تنقل الافراد عبر وسائل النقل الحضري. اياك يقلوا بدل من يمشي البيس والله التاكسي فيها ياسر من الناس يعود فيها لا العدد اللي مكن من الاحتراز من تفشي العدوى بهذا الوباء وقانا الله منه. بالإضافة إلى ذلك الإجراءات اللي تم تعزيزها الأسبوع الماضي بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية واللي تم اعتمادها في خلال مجلس الوزراء الأخير واللي شفنا على أنه قام وزير معالي وزير الداخلية واللا مركزية على الوقوف على تطبيقها في الأسواق من خلال إلزامية حمل الكمامات. لاه إن شاء الله يتم إلزامية حمل الكمامات على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية بالنسبة للعاملين وبالنسبة للمراجعي هذه الإدارات. إذا لا يعودوا إن شاء الله ملزمين بأنهم يديروا كمامات، واللي منهم ما عنده كمامات يدير ذاك اللي يماثل الكمامة وقد يقوم بنفس الدور اللي تقوم به الكمامة. سيتم أيضا في الأيام القادمة القيام بجميع الإجراءات اللي تمكن من تعزيز الطاقة الاستيعابية المراكز الصحية ومستشفياتنا، ولا هي يعود إن شاء الله فيه مساهمة للقطاع الخاص في ذاك المجال. اللجنة استعرضت بالمراجعة ذيك الإجراءات كاملة الاجتماعية اللي تم القيام بها واللي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية في خطابه إلى الأمة يوم 25 مارس الماضي، واللي بدأت بإنشاء صندوق وطني للتضامن لمكافحة وباء كورونا وآثاره، وثمنت اللجنة ما قيم به من إجراءات لامست المواطن الموريتاني المحتاج والضعيف، واللي منها على سبيل المثال للحصر التكفل بفواتير الماء والكهرباء عن الأسر الضعيفة في المجال الحضري، والتكفل التام بتكاليف المياه في المجال الريفي، والتوزيع المجاني للمساعدات الغذائية على ما يقارب 30,000 أسرة محتاجة، والإلغاء والإعفاء من الرسوم الجمركية للمواد الأساسية، واللي انعكس وهذا شاهدته الناس في الأسواق انعكس على انخفاض أسعار هذه المواد واللي استفاد منه المواطن الموريتاني. إذا ثمنت اللجنة هذه الإجراءات اللي قام بها، وتأكد اللجنة على أنه هذه الإجراءات ستتعزز إن شاء الله بشكل منتظم وبشكل مستمر في المراحل القادمة. ذمن اللجنة أيضا الجهود الكبيرة اللي تقوم بها طواقم الأمنية والعسكرية اللي تسهر على حياة المواطن الموريتاني، وكذلك الجهود الكبيرة اللي تقوم بها طواقمنا الصحية في ظرف حساس، وتشجعهم وتقدم لهم جميع التشجيع اللي يليق بهم وهم يؤدوا مهامهم النبيلة في هذه الظروف الحساسة اللي يمر بها وطننا. شكرا جزيلا.
تم مساء اليوم الإعلان عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس في بلادنا إلى 62 حالة. إخوتي الأعزاء، الوضعية اليوم تتسم بأن عندنا 22 حالة جديدة مؤكدة. من أمس الساعة 6 تلقينا 15119 نداء، من بينها 9074 تمت معالجتها. ومعالجة هذه النداءات هي اللي أدت مع متابعة المخالطين اللي حددنا منهم يوم أمس 122. إذن 122 من المخالطين و 9074 من النداءات المعالجة، هذا هو اللي أدى بنا أن نعدلوا الفحوصات 134 شخص. من بين كل هذه النداءات والمخالطين عدلنا الفحوص 134 شخص وطلعت 22 منها إيجابية. إذن هذا يؤدي لأن عدد الحالات الإيجابية في البلد منذ بداية الوباء وصل إلى 62 حالة، وهذه الحالات اللي هي 62 من بينها 7 حالات واردة، معناها جايتنا من الخارج، و14 حالة حالة إصابة مجتمعية، معناها ما حدد لها ارتباط بالخارج، و41 حالة ناتجة عن مخالطة حالات معروفة لمرض كوفيد. بالنسبة لوضعية المرضى اللي سجلت معناها من بداية الأزمة إلى اليوم، هو أعلن 44 حالة من هذه 62 حالة اللي كانت عندنا، 44 حالة منها كانت بالحقيقة ما تحتاج علاجات، ما عندها أعراض نهائيا. 8 منها كانت عندها أعراض بسيطة، وحالتين منها هي كانت عندها أعراض تتطلب العلاجات. عدد الوفيات لا يزال 4، يعني الوفيات اللي أعلننا عنها يامس ما زال هي عدد الوفيات، إذن اليوم ما فيه حالات وفيات مرتبطة بمرض كوفيد، والباقي طبعا من الحالات كانت حالات شفاء، معناها حالات شوفيات. إذن كخلاصة، لأن اليوم عندنا 22 حالة جديدة، وهذا يوصل عدد الحالات الإيجابية اللي عندنا في البلد إلى حتى الآن إلى 62 حالة. من بين هاي 22 حالة الجديدة اللي اليوم عندنا، الحمد لله ما فيها حالة معناها حرجة تطلب علاجات خاصة. فيها أربعة معدل أعلن عدد الحالات اللي عندنا اللي بدون أعراض اليوم 44 حالة متابعة ما عندها أعراض، وخمس حالات عندها أعراض بسيطة. هذه هي الوضعية اليوم. نختار الصا بالمناسبة نركز على بالنسبة للمواطنين كاملين وسكان نواكشوط بصورة خاصة، على أن اليوم احنا وضعية وباء، والخطر بات أكبر مضاعف بالنسبة للأيام الماضية. ويلا كل حد اليوم يعرف على أنه إلين يوخذ من البيت قابل خطر، ولين يشتري من عند البوتيك قابل خطر، ولين يقيس المخبزة يقبل خطر، ولين يقيس السوق قابل خطر. معناها كل خروج له من البيت يقبل خطر، ويرجع جاي للبيت بمخاطر أكبر للناس اللي بقات في البيت. هذا يلا يفهموا المواطنين. وهذا المرض العالم كامل ما يجبر له من الحلول يكون البقاء في البيوت، ما يجبر له من شيء فعال يكون أنه كلها يقعد في بيته ويقفل عليه البيت. ما فهم حل أخر، ما فهم في الحقيقة إجراءات أخرى لا تتخذ أكثر فعالية من هذا الإجراء، البقاء في البيوت وغلق البيوت. وبالتالي هذا هو الحل، ونختار المواطنين يفهموا هذا. وفي الحقيقة ما يلا يعود يحتاج حظر التجوال، ولا يلا يعود يحتاج أي شيء سوى شنو، يلا كلها تلقاء نفسه يقعد في البيت ويقفل عليه بيته ولا تليخه. هذا هو اللي نقدر نواجهه به الوضع. المسألة الثانية، هو أعلننا درنا هذا الرقم الأخضر، ويؤدي في الحقيقة عمل جبار. هذا الرقم الأخضر هو
بالحقيقة نافذتنا على المجتمع وعلى السكان وعلى المواطنين وطريقة التعامل معهم، وبالتالي عنده أهمية كبيرة بالنسبة لمواجهة هذا الوباء. معناه أن نختار الناس تقضوا بشي من الجدية، نختار الناس تركز بالحقيقة في اتصالاتها على حالات قد تعود تنقذ الحياة، على رواية فعلا مد في خطر، حد في خطر، والاتصال لا يعدل لا يقد يساعد في إنقاذ حياته. ها نختاره يركز عليه ويعود هو في الحقيقة محل الاتصال. المسألة الأخرى لا نرجع عليها هي الإجراءات الوقائية. الإجراءات الوقائية معناها يركزوا عليها، يركزوا على أولا بقاء في البيوت، ثانيا نركزوا على غسل الأيدين المتكرر بالصابون والماء والصابون المتكرر، معناها كل لحظة ذكر فيها رقاش صقيل الأيدين يا الله يقوم يصقل أيديه وتوه. ثانيا نختاروا نذكروا بالتباعد الاجتماعي، وأيضا هون نرجع ونقولها على كل مرة لا يأخذ حد من البيت معناه أنه يقبل خطر جديد. تطلع المصحات الخاصة بأدوار موازية لعمل المراكز الصحية العمومية في رصد وكشف حالات الاشتباه بفيروس كورونا والإبلاغ عنها، وفي هذا السياق تعتمد المصحات الخصوصية أساليب وقائية للحد من انتشار هذا الوباء ومحاصرته. الإصابة المجتمعية التي وصفت بها الحالة الوبائية الكورونية الحالية في بلادنا حتمت على الجميع زيادة في الإجراءات الخصوصية الاحترازية. في الصف الأمامي لهذه المواجهة تقف العيادات الخاصة ضمن المواجهة المباشرة لهذا الوباء جنبا إلى جنب مع المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، مما يعني ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإبلاغ عن أي حالة اشتباه. منذ بداية الجائحة محاولين على أن نطبق تعليمات وزارة الصحة، وثم إجراءات تتعلق بتنظيف تعقيم الأيدي للدخول للناس اللي تدخل المصحة. أي مريض جاء عنده حالة والله عنده أعراض كيف تحمى والله كحة والله شيء يتم عزله سابق يتخرشوره المصحة. ثم إجراءات تتعلق بمنع زيارة المرضى ونقص عدد الاستشارات الخارجية الغير مستعجلة والعمليات الغير مستعجلة من أجل تلافي أي تجمع. مقتضيات السلامة الصحية تفترض سلوكا وقائيا بدءا بتنظيف الأيدي وتعقيمها وكشف مستويات الحرارة قبل الولوج إلى قاعة الاستشارة، مع فرض كامل لإجراءات التباعد وتقليل أعداد الاستشارات والمعاينات في ظرفية مثلت منعرجا حاسما في مواجهة بلادنا لهذا الفيروس الفتاك. محرم فيزيت بالنسبه للمرضى اللي هوسبيتاليزين اللي محجوزين، هم مداومه تخص بالناس اللي مشتبه فيها كامله، وعند المدخل هم يقضوا درجه حراره، اي حد مرتفع درجه والله عنده علامات بالنسبه للتعريف الجديد يندار في اماكن خاصه ما يدخل قاع في المستشفى عنده مكان يزلمه. التنسيق بين هذه العيادات الخصوصية واللجنة المكلفة بمحاربة وباء كورونا أنجع الأساليب في محاصرة الداء ووقف دائرة انتشاره، حيث تصادف أعدادنا لهذا التقرير بطاقم طبي سيجري كشفا طبيا لمشتبه به في إحدى العيادات في ظل عملية ديناميكية تتضافر فيها الجهود وتتحد لقهر فيروس سريع الانتشار. تناولت محاضرة الأمس من روضة الصيام التي يحتضنها مسجد إذاعة القرآن الكريم فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ألقى المحاضرة الإمام محمد حمود والأحمد يورا الذي بيّن مكانة هذا الشهر المبارك وفضل عشره الأواخر والهدي النبوي في إحيائها. أن ننتهز هذه الفرصة، هذا الموسم العظيم الذي يفتحه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في كل سنة، وهو بمنزلة معرض كبير إلهي نتعرض فيه لنفحات الله سبحانه وتعالى، فما علينا إلا أن نفهم ذلك وأن نعيه وأن نعمل بمقتضاه. هذه العشر عظمها الله سبحانه وتعالى وعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكفيها أنها من رمضان، والله سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن هذا الشهر المبارك شهر رمضان، هذه العشر هي من رمضان، وهذه العشر من هذا الظرف الزمني الذي
أنزل فيه القرآن إلى سماء الدنيا جملة، ثم نزل بعد ذلك مفرقا بحسب الحاجات وبحسب النوازل. هذه العشر الأواخر أيضا بعد فضل رمضان الذي هي جزء منه، فإنها أيضا هي جزء من رمضان، وليلة القدر أيضا على القول الصحيح الذي عليه جماهير الأمة والذي دلت عليه الأدلة هي في هذه العشر. المرحلة الأولى من البرنامج الرعوي الخاص لسنة 2020 على مستوى مقاطعة تنبتقة، وقد عبر بعض المنمين عن عدم رضاهم عن الكميات المسموح بشرائها، مطالبين بزيادتها وتقريبها من المنمين في أماكن الرعي. مقاطعة تنبتقة ببلدياتها الخمس تستفيد من 733 طنا من الأعلاف الحيوانية كدفعة أولى في إطار البرنامج الرعوي الخاص 2020، وذلك باعتبار المقاطعة منطقة رعوية بامتياز. المنمون في المقاطعة عبروا عن أهمية هذا البرنامج مع المطالبة بزيادة الكميات. احنا هم منمين في تنبتقة، وذا اللي عدلوا نسنا ما قطوا عدلنا زين، وشاكرين ولو عدلنا فيه كامل تقسيمه ولا زين، يا غير نبقوا زيادة الحيوان ما امشى منه شي مشرق بهذه الهزمة العاقبة، وعاد هون مكورة وتوه نبقوا زيادة منه، نبقوا زيادة من هذا. بالنسبة لوصول الحش، وصل يقل العدد اللي وصل منه ما هو كافي. ثانية طريقة اللي يقسم بها الحش، طريقة ما هي طريقة هي اللي الله يقسم بها الأشخاص المستفيدين منه، ما جبر الحش إلى حد الساعة، سواء كانوا في البلديات وسواء كانوا في المقاطعة. المرحلة الأولى قالوا لنا وفاتنا احنا افترينا حشة، أول المرحلة الثانية قاموا ما نعرفهم اللي عاد مصيره وشنو. الحش جانا في الوقت المناسب وجات الكمية المناسبة، يقر طالب منه المزيد، احنا منميين كاملين وهذا جانا منه ما يزينا. هكذا جاء تدخل البرنامج الرعوي الخاص 2020 على مستوى مقاطعة تنبتقة دعما لمئات المنمين، وحفاظا على ذروة حيوانية كبيرة تقدر بمئات الآلاف في ظل ظرفية تحالفت فيها ثنائية الصيف والكورونا. عبد الله الصوفي، قناة الموريتانية، من مقاطعة تنبتقة. أطلق شباب مركز جهوند سيفا الإداري بولاية غورغول مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة دعما للقدرة الشرائية لسكان المركز. تأتي هذه المبادرة بعد غلق الحدود ووقف التبادل التجاري بين الضفتين منعا لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. على الشريط الحدودي مع الجارة السنغال يقع مركز تفوند سيفا الإداري. هنا نسجت الروابط الأخوية بين الجارتين جسرا أساسه التبادل التجاري بين سكان الضفتين. توقفت الأنشطة التجارية بفعل إغلاق الحدود مع السنغال، فتوقف معها العديد من الأعمال التي كانت هي مصدر رزق أصحابها الوحيد. في هذه الظروف الاستثنائية خرج هاشم بفكرة لاقت استحسانا من طرف شباب المركز الذين جسدوا الفكرة من خلال بيع اللحوم بأسعار تتناسب مع دخل السكان هنا. احنا في بداية هذه الجائحة انقفل علينا كيف باقي المدن، إلا أن احنا القفلة تخصنا برواية، انقفلت عنا ولايتنا، المدن ما مفتوحة لها إلا ولايتها، احنا انقفلت عنا ولايتنا. فكرت جماعة من الشباب في الحال اللي له واجتمعت، وبعد تشاورات قررت أنها تقدم تبرعات كلها اللي تبرع، فيها واحدين تبرعوا من مبلغ 500 وقية إلى مبلغ 100,000 وقية، وذا عاد منه كيس ونطل لجنة عاد مشرفة عليه، وعاد اللجنة تقيس كي هيدي وتجيب منه الحوت وتبيعه في المنطقة هون بسعر اللي شراته به من كي هيدي، وتولى هي التكاليف، معناها لأنها كل يوم عندها فيها خسارة. وكانت القرية هون عندها ذبحة تبيع الكيلو اللحم ب 1400، قررت اللجنة لأنها لا يتم تبيع لحم الإبل والبقر ب 1000 وقية ناقص 400 وقية من الكيل، ولحم المائز ب 1200 وقية ناقص منهم اللي هي زاد 200 وقية للكيل. يشارك سويدنا والمولود زميله هاشم في هذه المبادرة، حيث يحرص على وصولها لمستحقيها، وإن كان يأمل أن يتوسع نشاطها ليشمل مجالات عديدة. هذه المبادرة كما تكلم عنها الأخ سابقي، ما شاء الله ما شاء الله جاب الإقبال وتذمين من الخلق وقارفة ولاحق في البيت،
واللي عدلناها عندنا هاك شويه استقينا هاك شويه عن الدوله بيلي لكن ملي من يشرح ملي الدوله ما يتوسع. احنا شعب وفي حي جغرافي من الوطن اللي هو ومحادتنا دوله كنا مستفادين بها واليوم مقفل بيننا مع الحدود. معناه انه يلا نبذلوا الغالي والنفيس فياك انه نتجاوزوا احنا اللي ذي. هاي المبادره عدرناها وعدلناها وقطعنا نشهد ولهم احنا نفكروا ونطوروها. بين اللي فكرنا هون ان طورها تعود قاعد تشمل المواد الاخرى كيفة الارز كيفة الزيت كيفة السكر نفتح بوتيك. سكان المركز بداوا بالتاقلم مع حياتهم الجديده ولسان حالهم يقول من يفعل الخير لا يعدم جواسيه. رغم ضيق ذات اليد خرجت هذه المبادره الشبابيه يهدف اصحابها الى تخفيض اسعار اللحوم في هذا المركز الحدودي املين ان تخفف الضغط على السكان هنا. عبد الله يسلم، مركز تفندسي الإداري، ولاية غرغل. والآن نربط الاتصال بشبكة مراسلنا في ولايتنا الداخلية عبد الله والصوفي من نعمة ومن العيون عفوا وعبد الله والسلم من جول بولاية غرغل. وسأبدأ، أهلا بكما معي، وأبدأ معك عبد الله والسلم. عبد الله مساء الخير. مساء النور. عبد الله، ما تقييمكم لمدى تجاوب سكان الضفة مع الإجراءات الاحترازية الجديدة وماذا عن الأوضاع العامة للسكان؟ صباح اليوم قمنا بزيارة لمركز تفندسي الإداري التابع لولاية غرغل. هذا المركز الإداري والذي كان يعتمد السكان هنا السكان فيه على التبادل التجاري بين الجارة السنغال بعد إغلاق الحدود توقفت تلك الأنشطة التجارية. المنطقة هناك منطقة فونديسيفا هي منطقة زراعية وتنموية، بالتالي عاد السكان إلى التنمية وإلى الزراعة. في هذا المركز لاحظنا عدم التزام المواطنين بالإجراءات السلامة رغم أنهم على خط التماس ورغم أنهم على اطلاع تام بهذا المرض إلا أنهم لا يلقون كثير اهتمام مع الأسف لهذه الإجراءات المتخذة. الليلة زميلي محمد نحن في بلدية جول التابعة لمقاطعة كي هيدي بولاية غرغل. المواطنون هنا في جول يعتبرون أكثر حرصا قليلا على الالتزام بالإجراءات التي تطلب المزيد من الوعي والحرص على السلامة خصوصا عن هذه المناطق هي مناطق حدودية وهي مناطق تماس مع جارة السنغال. عبد الله، في ظل وجودك في هذه المناطق الحدودية ماذا عن حديث، هل سمعت أو شاهدت حديث عن حالات تسلل تحدث بين الفينة والأخرى؟ ولله الحمد لم أسمع أي حديث عن تسلل من أي مواطن هنا أو أجنبي. المواطنون هنا أكثر حرصا من ذي قبل كما قالوا على عدم دخول أي متسلل من هذا الشريط الحدودي. عبد الله، كسؤال أخير، ماذا عن وضعية الأسواق من حيث التموين من حيث وفرة المواد الغذائية خاصة في هذا الشهر الكريم وفي العشر الأواخر منه؟ نعم، وضعية الأسواق هنا هي وضعية الحمد لله مستقرة. لم يقدم المواطنون لنا شكاوي من عدم تموين وما إلى ذلك. حدثني قبل قليل عمدة بلدية جول في مجال الأعلاف أن هناك نقص في مجال الأعلاف وبالتالي يطالبون بزيادة، خصوصا أن هذه المنطقة منطقة رعوية وتنموية وبالتالي يطالب المنمون هنا بزيادة الحصة المخصصة لبلدية جول من الأعلاف. عبد الله وليسلم، موفد قناة موريتانية إلى ولاية غرغل، حدثنا من جول، شكرا جزيلا لكم. ونبقى في مدينة كي هيدي حيث نستضيف لكم من بلدية جول حاكم مقاطعة كي هيدي السيد محمد يسلم والأبوه. سيد الحاكم مساء الخير. مرحبا.
سيد الحاكم، بداية ما هي التدابير المتخذة لديكم لمنع تفشي جائحة كورونا، وخاصة في هذه الظرفية الحالية التي تشهد فيها البلاد تزايد في عدد المصابين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الكريم. الصلاة والسلام. في البداية أود أن أشكر التلفزيون الوطنية على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا لكم. لما يتعلق بسؤالكم الإجراءات المتخذة من طرفنا، فإننا نواصل على قدم وساق تطبيق كافة الإجراءات المتعلقة بالاحتراز من وباء كورونا. وفي هذا الإطار نواصل منع التجمعات وتطبيق كافة التعليمات الصادرة من السلطات العليا في هذا الإطار، كما حددنا نقاط تجمع المواطنين وتتمثل في الأسواق ومراكز بيع السمك وأماكن بيع العلف، واتخذنا عدة إجراءات وسنواصلها من أجل تباعد المواطنين ومن أجل تحسيسهم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من غسل الأيدي إلى غير ذلك من هذه الإجراءات. وفي هذا الإطار دائما تقوم الأجهزة العسكرية والأمنية بدور كبير، حيث تواصل ليلها بنهارها في حماية الحدود من أي متسلل. وفي هذا الإطار تم خلال الأسبوع الماضي القبض على ثلاثة متسللين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم. وفي هذا الإطار أود أن أشكر المواطنين لتعاونهم في هذا الإطار، وأطلب منهم مواصلة تلك الإجراءات. كمان السلطات الصحية ممثلة في السلطات على مستوى كيهيدي تقوم بدور كبير في هذا الإطار، ويوجد الآن ثلاثة أشخاص محشورين على مستوى مدينة كيهيدي، والحمد لله لم تكتشف أي حالة خلال الأيام الماضية. سيد الحاكم، هذا سيقودني إلى سؤال، وإن كنتم تحدثتم عن جزء منه، هو مدى تجاوب المواطنين مع هذه الإجراءات التي تقومون بها؟ المواطنون متجاوبون، وإن كانت هناك نوع من نظرا للفترة الماضية التي قل فيها هذا المرض نوع من عدم الاحتراز، ولكن بمجرد تذكيرهم وتحسيسهم فإنهم يقومون باللازم في هذا الإطار. وفي هذا الإطار وبتعليمات من السيد الوالي سوف أقوم غدا بالاجتماع بممثل التجار والطبيب الرئيسي ومفوض الشرطة وقائد الدرك والعمد وجميع المعنيين من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفع بهذه الإجراءات إلى الأمام في الأسواق وفي جميع أماكن تجمع المواطنين. السيد الحاكم، ما مدى استفادة سكان المقاطعة، يعني مقاطعة كيهيدي، من جهود الدعم المقدمة للتخفيف من تداعيات محاربة كورونا؟ على مستوى المقاطعات توجد هناك سبعة مراكز لبيع العلف في كل بلدية، بالإضافة إلى مركز في منطقة الحداد بالعطف، وقد استفاد المواطنون من الكميات المرحلة الأولى، وقد سجلنا من بعض المواطنين أنهم يرغبون في المزيد من العلف، ولكن هناك إن شاء الله إجراءات في هذا الإطار. وكما أن هناك بعثة أيضا في إطار تدخلات الدولة، بعثة من البيطرة تجوب معظم البلديات وأماكن تجمع الحيوانات من أجل تقديم العلاجات الضرورية في إطار برنامج تدخلات الدولة في هذا المجال. إذن السيد محمد يسلم والبوه حاكم مقاطعة كيهيدي حدثنا من جول. شكرا جزيلا لكم. انتهت المرحلة الأولى من البرنامج الرعوي الخاص لسنة 2020 على مستوى مقاطعة تنبتقى، وقد عبر بعض المنمين عن عدم رضاهم على الكميات المسموح بشرائها، مطالبين بزيادتها وتقريبها من المنمين في أماكن الرعي. في هذه المنطقة الرعوية بامتياز لا تسلك طريقا من هذه الطرق الترابية إلا وصادفك منهل تتزاحم عليه القطعان يتناوب عليه أصحابها لسقايتها، وإن بأساليب بدائية في غالبها. تراجع الغطاء النباتي واشتداد وطأة الصيف كان مبعثا للمنمين على بث شكواهم وهواجسهم خوفا على ماشيتهم. وصل المطالبات كاملين، ما يجينا قاع منهم شيء، ما هو فاخر مرحلة
إذا عود قاع يا الله عود مستغني عن نعاد حيوان كان ما مفتار ولا يوم مفتار حش ما لحقنا منه شيء ولا لحقنا سبة من هاي الهيئات اللي يكسرون تخلق تعاونية والله شيء ما فتنا رأينا منها شيء سوى هو شن هو ونقدون عام مانع له يمنع له يمنع علينا تراب شفت أراه ينجذبت وشوف عاتم حامر والحيوان له يصيف لك سمعت به وخلاص محتاجين للحش ومحتاجين لمها وملي محتاجين للماء ومحتاجين للحش ومحتاجين لقديس كامل راو من هذه الهيئات اللي تعاونت الدولة محتاجين لها. من الجدير بالذكر في هذا المقام أن البرنامج الرعوي الخاص رصد كميات معتبرة على مستوى المنطقة عموما لما لها من أهمية رعوية وإن كانت العملية ما تزال في مراحلها الأولى. تعمل الدولة من خلال البرنامج الرعوي الخاص 2020 من أجل هؤلاء المنمين ومن أجل هذه الثروة الحيوانية التي تعد من أهم الركائز الاقتصادية الوطنية تخفيفاً لوطأة صيف انعكست آثاره على كل المراعي المجاورة في المنطقة. عبد الله الصوفي، بلدية حاسم هادي، التابعة لمقاطعة تنبتغة، قناة الموريتانية. كان هذا التقرير طبعا يرصد الثروة الحيوانية على مستوى مقاطعة تنبتقى بولاية الحوض الشرقي ومطالب المنمين الدولة بالإسراع في توفير الأعلاف لإنقاذ مواشيهم. ننتقل الآن إلى ولاية الحوض الغربي وتحديدا إلى عاصمة الولاية العيون، حيث ينضم إلينا من هناك موفدنا عبد الله الصوفي. عبد الله، مساء الخير. مساء نور زميلي محمد. عبد الله، من خلال رصدكم للأوضاع في ولاية الحوض الشرقي، ما هي أبرز المشاكل المطروحة لسكان الولاية وما مدى تجاوب السكان في الحوضين مع الإجراءات الاحترازية وخاصة بعد ارتفاع عدد المصابين بهذا الفيروس في بلادنا؟ طيب، أنت تعلم أن هذه الولايات في مجملها ولايات تعتمد على الثروة الحيوانية، إذن هي ولايات رعوية بامتياز كما عكست التقارير وكما يعكسه الاهتمام الواضح التدخل 2020 برنامج الرعوي الخاص الذي رصد كميات معتبرة لهذه الولايات باعتبارها خزانا تنمويا كبيرا جدا. إذن هي تطرح أساسا مشكلة وطأة الصيف. فعلا المنمون ذمنوا الخطوة الجبارة التي قامت بها الدولة، لكنهم يطالبون بزيادة الكميات المسموح بها للمنمين. هذا أولا. ثانيا، لاحظنا أن المناطق الشرقية من البلاد تتحبد في سمة تكاد تكون هي الخيط الناظم لها، ألا وهي مشكل المياه والكهرباء. وإن كانت حدة الكهرباء والمياه يعني التقطعات الحاصلة والمتكررة في الكهرباء تخف حدتها من منطقة إلى منطقة. فمثلا حسب مشاهداتنا، طينطان من أكبر هذه المدن المتضررة من انقطاعات الماء. تصور أن حبة الثلج هنا ب200 أوقية في العيون مثلا، فما بالك بطينطان. وبعض بالنسبة للمياه، بعض التجمعات السكانية التي مررنا بها يستلزمك الانتظار في الطابور لمدى أو لمدة. إذا سنضطر مضطر لقطع الاتصال مع موفد الموريتاني عبد الله الصوفي، طبعا الأسباب تعود إلى ضعف في الشبكة. عبد الله، إذا كنت تسمعني. نعم أسمعك. عبد الله، كنت تتحدث عن المواضيع المتعلقة بظروف السكان، واصل الحديث؟ نعم، للاسترسال فقط في أهم المشاكل المطروحة للسكان، أود أن أشير إلى أن هناك جملة من المشاكل، لكن من أهمها ما ذكرت، مشكل المياه، مشكل الكهرباء، المطالبة بالمزيد من الكميات المخصصة لهذه المناطق باعتبارها مناطق رعوية بامتياز. أما عن الشق الثاني من السؤال فيما يخص تماشي المواطنين هنا واحترامهم للإجراءات الاحترازية، للأسف ما زال دون المستوى المطلوب.
فعلا حسب الآراء التي رصدنا هنا خاصة الآراء الصحية أشاد من التقيناهم بمستوى تعامل المواطنين أو تفاعل المواطنين مع هذه الإجراءات في بادئ الأمر، لكن هذه المواكبة خفت من طرف إذن طوس بإعادة كرته مما فتح الفرصة أمامه ثانيا. إذن مظاهر التجمعات في الأسواق، مظاهر سيارات الأجرة في أي فرصة هنا للتجمع إذن عبد الله لا يفوتها المواطن، مظاهر المصافحة إلى غير ذلك، تعاطي كؤوس الشراب، احتساء الشاي من نفس الكأس. إذن مظاهر إذن عبد الله عبد الله الصوفي استسمحك على المقاطعة، شكرا جزيلا لك، حدثنا من العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي، الشكر موصول كذلك للزميل عبد الله والسلم الذي حدثنا من جول بولاية غرغل، شكرا لكما شبكة مراسلنا في ولايتنا الداخلية. وننتقل إلى مقاطعة المشرية بولاية تقانت، حيث يشهد السوق المشرية العتيق نشاطا تجاريا شبه طبيعي بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية وسط شكاوي السكان من نقص في بعض المواد التموينية وعلاء الأسعار. عودة إلى النشاط التجاري لسوق مقاطعة المجرية وإن بطريقة أقل مما كانت عليه عملية العرض والطلب بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ضد وباء كوفيد-19. التجار في سوق المجرية لديهم كثير من المطالب القادمة قدم السوق، جدد وشدد من إلحاحها وبصوت عال وبنبرة هذا المسن الذي يزاول بيع اللحوم منذ زمن، هو وآخرون يتطلعون لتحسينات لسوقهم. الخضرة هون جاية وجاية لا من طريق عليات يمشولها شهر واقشوط وتجيهم، كانت متوفرة ومن ساعة اللي خلقت الهزمة اللي قاعد تعطل كل شيء، هزمة للمرض يعني جولي النباس وتشاشو هالورك العليات عندهم سقايب اللي هم هلت أيام واربعة مطرحة في أقواريج ما هم راجين شي يجيبهم. كثير الدولة تعاونهم بحالة السعر هون وائر، والناقل اللي متين عليهم من ساعة جهاز كورونا اللي خلقت عاد متين عليهم، وعاد هزمة يا غير الله ان احنا الحمد لله مد اصلا امتال واصلا متحضرين واصلا اللي ماشي على الواقع. ولان السوق جمعت بين النساء والرجال كل في مهمته وعمله، ترى تاجرات وهن شابات الامور بمقاسات اخرى اعمق نظره وطموحا للمستقبل واقرب الى الواجهه، قول يعززه تفهم لظروف الجائحه واجراءات المحاصره. المساعدات اللي أدرت الدولة بهذا المرض كي هذو المعقمات وذاك الشيء اللي توزقوا، نحن هذو دشة المجرية ما لحقونا، نحن ما جاونا يكون لعد شاكرين بقى حاكمنا وشاكرين اللي عندنا هم كاملين من الأمة كاملين، لأنهم جاونا بقى وقالوا لنا نعدلوا حال هذا المرض كورونا، وكنا بينهم على آخر ما يطر وكنا يارتو تم يحكم يدو عن الثاني، وهذا نعرفه أنه يصحونا عرفونا ما اللي تمو نغسلوا يجينا يلتنا بالصابون وشافين له ذاك الشيء، يقندروا مساعدة من الدولة باش هي ساعدت وحدين أخرين في نواقشوط، ساعدنا احنا لا مواطنين كذو اللي في نواقشوط كذو اللي في بلاصة أخرى. سوق المجرية على قدمه ما زال شاهدا وصامدا أمام عاتيات الزمن، شامخا شموخ الجبال، جامعا بين الأصالة في الشكل المعماري والحداثة في البضاعة والتكيف مع ما يفرضه الواقع من تعامل مع الظروف المستجدة. من مقاطعة المجرية لقناة الموريتانية، محمد والبلال. وإلى ولاية داخلة وأديب، حيث أنهى الوالي ظهر اليوم من مركز بولانوار الإداري جولة قادته إلى البلديات المحاذية للسكة الحديدية، وقد مكنت الجولة الوالي من لقاء بعض الملمين والمواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والاطلاع عن قرب على سير تنفيذ البرنامج الرعوي في البلديات المسورة.
استهل والي داخلة وادبو سيد يحيى والشيخ محمد فال زيارته لمركز بولنوار الإداري ضمن جولته في البلديات الواقعة على السكة بعقد اجتماع موسع في مقر بلدية بولنوار ضم الملمين والوجهاء لتدارس الوضعية العامة للبلدية. الاجتماع افتتح بكلمة لعمدة البلدية سيد محمد لمين والأحمد حيث رحب بالوالي واستعرض سيد العمدة المشاكل المطروحة لسكان خاصة ما يتعلق بتحسين ظروف الملمين وتسهيل الحركة التجارية مع الوادبو. بعد ذلك فتح المجال أمام الحضور من وجهاء ومنمين وهيئات مجتمع مدني حيث طلب المتدخلون بتوسيع نقاط البيع للمنمين وزيادة الكمية وضرورة تطبيق المخطط العمراني لبلدية بولنوار وإشراك الجميع في اتخاذ القرارات التي تهم تنمية البلدية وتحسين ظروف ساكنتها. والي داخلة وادبو ترأس كذلك اجتماعا مع المواطنين في بولنوار أبلغهم فيه تحيات رئيس الجمهورية والحكومة ودعاهم إلى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا مستعرضا الجهود التي بذلتها الحكومة لمواجهة هذا الوباء والحد من تأثيراته الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين. بعد ذلك أدى سيد الوالي رفقة السلطات الإدارية والأمنية زيارات لبعض نقاط البيع المفتوحة في إطار البرنامج الرعوي وتتوفر هذه النقاط على كميات معتبرة من الحصة الموجهة لبولنوار والبالغة 400 طن من الأعلاف من مجموع الكمية المخصصة لولاية داخلة وادبو والتي تصل إلى 1400 طن قابلة للزيادة. وخلال جولته في نقاط البيع طالب السيد الوالي بتطبيق الشفافية والصرامة في مراعاة العدالة لتعم الفائدة متعهدا بالتقلب على جميع نواقص الملاحظة خلال لقاءاته بالمنمين في كل من تميمشات وإنال وبولنوار. احنا كنا في زيارة البلديات الريفية من أجل الاتصال المباشر بالمواطنين والاطلاع على أحوالهم تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني الآمرة بالوقوف إلى جانب المواطنين في ظرفية صعبة، وهذه كانت لنا فرصة تعرفنا من خلالها على سير برنامج الخاص الرعوي، تأكدنا عن الكميات عنها وصلت وعن اللجان بدأت في عملها، وإذا كانت هذه اللجان قد عرفت في بداية عملها بعض من التعثرات فإن ذلك راجع إلى مسائل تنظيمية، وهذه المسائل التنظيمية تم التغلب عليها. المواطنين ممتنين وشاكرين الدولة على هذا البرنامج اللي بالنسبة لهم أول برنامج انتشر على كافة التراب الوطني. واختتم والي داخلة وادبو سيد يحيى والشيخ محمد فال نشاطاته في بلدية بولنوار بزيارة المركز الصحي الذي عرف مؤخرا تحسينات في مجال البنية التحتية والمعدات، وتعرف من الطاقم الطبي على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وإسهام المركز في تحسيس وتوعية المواطنين حول خطورة وباء كورونا المستجد. ودائما في العاصمة الاقتصادية حيث أدى تخفيف الإجراءات الاحترازية ورفع الحظر عن الأسواق لاستعادة سوق الأواني المنزلية بمدينة وادبو نشاطه التجاري الذي يشكل شهر رمضان موسمه الأهم مع الحرص على اتخاذ التدابير الاحترازية من تفشي وباء كوفيد-19. ويتحدث أصحاب محلات بيع الأواني المنزلية بهذا السوق عن انعكاس إجراءات مواجهة جائحة كورونا على نشاطهم التجاري. يشكل سوق الأواني المنزلية بمدينة وادبو الوجهة المفضلة لربات البيوت والمنازل وكذا الراغبين في شراء ما يلزم من أدوات منزلية خاصة خلال شهر رمضان المبارك. ومع تخفيف القيود التي سمحت بها السلطات العمومية بدأت الحركة تعود تدريجيا إلى محلات بيع الأواني المنزلية التي أصبحت جزءا من مكونات المائدة الرمضانية في ظل حرص على اتباع تدابير السلامة والوقاية من جائحة كورونا. يكثر الرقبة على السوق الأواني وبلاتات هذا تكثر الوجبات، ما هو اللي كنت تتعدل وتعد تشري شم الأواني تم توزعهم فيه. وجاي اليوم للسوق كان مقفول وكنا حقيقة متأثرين بذي القفرة بينا دي ياسر من أمورنا نعدلوا به الإفطار كانت غالة، كنا نعدلوا المعجنات لابد لها من أرياتها والقطاعات هم اللي نقطعوا بهم وفصلنا وأرياتنا وكيران بهم اللي أساسيين، والحمد لله السوق زين وبخير الحمد لله والوضعية زينة أواني مالي في متناول الجميع الحمد لله.
ويتحدث أصحاب المحلات عن تبعات إجراءات الوقاية من كوفيد-19 التي أثرت على موسم رمضان لهذا العام الذي يعد أحد المواسم التي يعول عليها في إرضاء الزبون وزيادة حركة البيع. قطعة اللي قالوا قطحان عنهم وضعيتهم وضعية ما هي من أحسن الوضعيات نظرا لأن هي كانت عندهم موسم سنوي معروف عن الأواني الغرض فيهم يركب للناس بداية رمضان، ونحن حالنا انقبضنا قفلت الأسواق كاملها سابق رمضان فترة وجيزة الفترة اللي الزمن طويل نحن نهيولها جات لحقتنا معطلين. خارج استثناء نعطي له الكنكيريات وأهل الأعمال الحرة أهل القطاع الغيار اللي يبيعوا السيارات، وياك الاستثناء كنا قاعدين قبل ما يلا نستثناء. فترة رمضان اللي هي نهارات رمضان نحن قافلين ذاك مولي خلق تأثير متين حتى علينا وتو ما خلق بعد الحمد لله ما هو الخير ومولي يفتح ذي الحمد لله لباس لا بالتدرج عاد شوي خلق. وهكذا تعد أسواق بيع الأواني أحد أوجه الأنشطة التجارية بالمدينة التي ترتبط بمائدة هذا الشهر الكريم الذي بدأت تدخله عادات غذائية تتطلب أواني للشرب والوجبات في ظل حرص على ضرورة اتباع تدابير السلامة لمنع تفشي هذا الوباء العالمي. في مسعى من الدولة إلى تعزيز شبكة الطرق في العاصمة تتواصل الأشغال في محاور الشبكة الطرقية الحضرية الجديدة البالغ طولها 40 كيلومترا إضافة إلى مشروع ترصيف الشوارع بالحجارة الذي يوفر فرص عمل للعديد من المواطنين. تتواصل الأشغال في محاور الشبكة الطرقية الحضرية بمدينة نواكشوط البالغ طولها 40 كيلومترا في مسعى من السلطات العمومية إلى تسهيل ولوج السكان إلى نقل حضري لائق. بعض محاور هذه الشبكة انتهت الأشغال فيها بشكل كامل في الطبقة القاعدية ذات الخصائص الفنية والمواصفات النوعية التي يتم استخدامها لأول مرة في إنشاء الطرق الحضرية وبمراقبة من المختبر الوطني للأشغال العمومية. هذه الطبقة القاعدية من الأغراف بيتيم سمكها 8 سنتيمتر وما زالت يجي عليها انكوش داروبي 5 سنتيمتر. هذا أول مرة يعدل فيه الأغراف بيتيم في ليفواري وبالتالي لا يعد عندها خصائص فنية عالية الجودة. هذا المشروع عبارة عن 40 كيلومتر متوزعة بين مقاطعات نواكشوط بعض المقاطعات وهو مشروع يهدف إلى فتح طرق جديدة في مناطق غير لم تسبق لها أن توجد فيها طرق قبلها. إذا أنها المعنى على أنها طرق جديدة كاملة وهذا المشروع عبارة عن يوجد فيه أول تقنية وهي أن الطبقة القاعدية عبارة عن 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 عن, عن الحصى الإسفلتي أول تقنية تستخدم في الطرق الداخلية في الحضرية في العاصمة داخل المدن. وعلى مستوى مشروع توسعة الأرصفة الذي يبدأ من ملتقى طرق تنسويلم باتجاه العمود الثالث في عرفات تقوم آليات مؤسسة تنفيذ الأشغال بالمواد المحلية بخدماتها المتمثلة في تشغيل اليد الوطنية وتشجيع المنتوج المحلي من الحجارة. هذا مشروع يتكلف من ترصيف ثلاث شوارع متتالية تربط بين طريق قجوجت وطريق القصار التحتانية. هذا راه هو جزء من ست شوارع، ثلاثة فتنا وفيناهم وثلاثة واحلين في مارك. هذا هو الأول منهم والثاني تالبو والثاني تالبو. هذا العمل اللي نعدوا فيه وهو كي ما تراعوا اللي يعدلوا كاملين من مواد محلية الحجارة لا يتعود بلد شوسيه لا يعود إلا من الحجرة والتروتوار من الحجرة، وهذا فيه تثمين وترقية للمواد المحلية. بالنسبة لمشروعنا الآخر اللي في عرفات، لكن مشروع زاد هو يتأله من محورين، واحد اللي يربط بين تنس ويلم وديات الثلاثة، وواحد يربط بين كارفور صباح وصنف، وكلهم لا يعودوا بنفس الطريقة متابعين الطرق السلامة العمل في الفترة اللي هي معناه أن محاولين الناس تعود متباعدة شيء ما وكلها محافظة على النقاب، لكن عنا بعد محافظين على النقاب وأي مثلا ما نبقوا الاختلاط في الفترة اللي هي. وكيف شفتوا عمال الحمد لله عمل مواصل في جميع المجالات، حجرة وبتون وكوفراش
والعمل مواصل ويا الله يعود المشروع فترة الإنجاز 8 أشهر. توسيع الأرصفة وإنشاؤها تزامنا مع البدء في تنفيذ الشبكة الطرقية الجديدة هدف تنموي يؤمل منه أن يساعد في تحقيق الرفاه للسكان المستهدفين. مشاهدينا الكرام، ختام النشرة للتذكير بالعناوين. اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا في بلادنا تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة الوضعية الوبائية. الإعلان عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 في بلادنا خلال 24 ساعة الأخيرة. تواصل عملية تنفيذ البرنامج الرعوي الذي يستهدف المنمين على عموم التراب الوطني وسط مطالب من المنمين بزيادة الكميات المسموح باقتنائها وتقريبها منهم في أماكن الرعي. مشاهدينا الكرام، لمحاصرة الجائحة ارسموا بيوتكم ونحن نرافقكم بالمعلومة والخبر، كما أنه بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم على الشاشة. هذه تحية من زميلتي أسماء عثمان التي رافقتكم بلغة الإشارة، وتحية من الفريق العامل. موعدي يتجدد معكم بحول الله على تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في عرضنا الإخباري الأخير. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. للقاء.